السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولئك الفصل السابع من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل سكتاري مثلا أرسني عبدان مسألة الجهر بالدعوة، مرحلة الجهر بالدعوة ثلاث مرحلة زور في اسم السرية، يعني باش نفهم اللي في الله إلى منطق معين هناك منهجية في العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي يقينا، ولكن ايضا يضع الخطه يخطط للنجاح اتقان في امكيس وضع الرساله بالطريقه العلميه بالطريقه المنهجيه بالطريقه الفاعله المؤثره. سر كل مرحله الدس المرحله من غض فيرس. مرحله السريه تسد فيرس مرحله الجهر بالدعوه بمدن الله قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. المرحلة الحالية اللي ندرسوها نقراوها اليوم إن شاء الله هي مرحلة نتاع مواجهة الرسالة بجميع الأساليب، سواء بأسلوب السخرية والاستهزاء أو بأسلوب الإغراء أو بأسلوب القوة والعنف. يعني هذه الأساليب اللي راهي موجودة في عالم اليوم تتكرر، هي موجودة منذ عهد الرسالة الأول. سقسمي ديش قاع ربي سبحانه عز وجل الأنبياء كن ملان، الأنبياء كن ملان سعد النحيف كما راهم، واستهزئ بالأنبياء بالمرسلين واضطهدوا وإلى آخره، كما نوح شيخ الأنبياء وسيدنا يعقوب وسيدنا داود وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، جميع كل الأنبياء والرسل سعدان ألوانا من الاضطهاد. يعني دفلس الحيف ذم قرآن، الفاطل ذم قرآن، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هو عانى ما عانى أولئك صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام. لذلك ما حصل قلت هذه الأيام حصل فيما سبق منذ قرون، بل وحصل أيضا مع النبيين والمرسلين فيما سبق. لذلك لا نطيل عليكم، ندخلوا مباشرة في هذه الأساليب. أساليب الشرك في مواجهة الرسالة، في مواجهة الدعوة، في مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأسلوب الأول هو أسلوب الاستهزاء والسخرية، وقيد الطريقة ثم زواروث يسخذ من المشركين باش أدسخسين النور من الإسلام، نغباش أدحبس نفي صلى الله عليه وسلم ورس وضر رسالينس خطر تساد رسالة أما كانت زرام رسالة للعالمين. وربي ند في النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنفهم باللي ياكل الأنبياء مزورة مكل من شقاهي ربي القوم ينس، ولكن في محمد صلى الله عليه وسلم خاطي للعالمين أكن ملا لقيتها مزوروث في السنة. الرسالة هي ثبيد العقيدة التوحيد ذي الوقتين المشركين وقفين نارا عقيدة التوحيد. ينادى ربي في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول، باش يربط بين الرسالات ذيوث أصل الأصول الذوى، هذا هو أصل الأصول تساقيذ الجذرة ثم قرانت إكشرخن يكير الرسالة أكن ملانت. ينادى ربي ذي القرآن سورة الأنبياء 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أربي ورس عشري. وطبعا المشركون لا يقبلون عقيدة التوحيد ما دام هم عندهم الشركيات، فتأتي هذه العقيدة لدحض عقيدتهم الباطلة لا تقبل بسهولة، ليس بالأمر الهين. تقبل نارا ومن اللات والعزى وقوبل وهوبل، بعد تصلص نتقاضى ربيون غرس خاطي وتنقبل نارا
لذلك بالنسبة لهم يقول لك باللي سفه أحلامنا وفرق جماعتنا وأبطل ديننا إلى آخر ما يقولون، يعني سنذكر ذلك بعد حين أو نماذج من ذلك. لذلك إخواني الكرام هؤلاء رفضوا ذلك، لذلك رب سبحانه قدر الله باش يجذر عقيدة التوحيد في قلوب الناس لازم تكون مسبوقة بكفر بهذه الطواغيت، لازم لازم. شوف منهج القرآن باش تكون العقيدة صحيحة لابد أن تكون مسبوقة بكفر بالطاغوت كاملا بجميع صوره وأشكاله. الدليل قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت، هكذا كمل. حورب النبي صلى الله عليه وسلم، اضطهد، وجه بجميع الأساليب، الغرض يريدون ليطفئوا نور الله، معناتها فغان السخسين ثفاف النور للإسلام، هذا هو المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم رسالته وجهت بعدة أساليب، الأسلوب الأول أسلوب الاستهزاء والسخرية، يعني استهزاين سنفي صلى الله عليه وسلم وقد هضر غير حياتي سا أنوالي الطريقة نفسها تسغالة استهزاين السيس أسقنش مشيد الرسول مشيد النبي أسيد ديفض شين ذا مجنون ذا درويش شين ذا سحار شين الحاصل خذ من ذيكس العجف مي ديفا أما ذنسا بالدرجة الأولى طبعا أما ذا الصحابة يقومون النيس هكا. طيب من بعد نيثنا شو قارن ما ينتقديو نساعة شوية العقل كان كاسيني إيهو بزاف اللون يبررون مواقفهم أتسكن حقيما سنم هي قارن سفه أحلامنا شتم آباءنا عاب على ديننا فرق جماعتنا سب آلهتنا سفرمينا دربيون خسلمس الآية ربينا يسد ربيون وثقد العقيدة يدبينا كل الأنبياء والرسل ما كانت سلام وما كانت حصام والأنبياء والرسل يعد فلسن أماكن يعد فن في صلى الله عليه وسلم وفن السبايقين أسقرني خدمة غاكي خدمة غاكي خدمة غاكي إلى آخر. طيب أسيد وقستهزي لكن ملان، ولكن الذين عرفوا بكثرة الاستهزاء إلا أبو لهب دعمس فغنس دي ذامنيس وحكاون دي الدرسني عدى الميسينا تبا لك ألي هذا جمعتنا تزار مثل مشاهوت بعد تبت يد يد تبت يد أبي لهب وتب سبحان الله العظيم وبحمده ربي سبحانه ينزل تصورت أما في الله سنسى أبو لهب باقي أما في سنطوثيس أم جميل يعني نسث أيضا تفننت في إلحاق الأذى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وكل هذا معلوم ولذلك لا أطيل في ذكره. أبو جهل أبو لهب أم جميل زوجة أبو لهب وإلى آخره كل يوم مثلا في على سبيل المثال مرة أبو جهل استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا هو الحق من عندك ما تسدي وضع الحق تسدي الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يلا ما لا تسد النيض يتسم سلايض فكرت زيغ إن الزيغ يهني أدي سرحي الزرع فلا نغ نغ ويغ زيغ العذاب أجي فاتسم سيضا كثور يوضا كثور ذي الدونيث. بعد نزلت الآيات وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم سبحان الله. طبعا هذه الآية باش نشرحها برك تحتاج إلى وقت طويل وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون سورة أنفال في الآيتين 32-33. طبعا يا جماعة الخير في كل مرة النبي ربي سبحانه مثلا في القرآن في سورة البقرة في الآية 111 يقرأ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ماشي هو الكلام استهزمي سد قرن الكذب ذا سحار ذا كذا ذا كذا أو يسد الدليل مثل مسلم ثيدس قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
نفس الآية نواجه بها الدنيا، نفس الآية يلي تقول باللي النبي صلى الله عليه وسلم ما يحترمش حقوق الإنسان. أعطيه الدليل، فكثت الدليل أو قد السقار نحقر ثمطوث سيفكارا الحقيس سيفكاري زرفانيس انسى الكلمات فين قول إلى سقار استوصوا بالنساء خيرا أو ثد الدليل أو قد السقار وسيفكار القيمة إلى انفيرونمون الطبيعة إلى ناتيروكا أو ثد الدليل أو قد السقار يفغادي الزرع القرة الحرب السيف أو الدليل. الشيخ الغازي الله يرحمه إنس لم ينتشر الإسلام بالسيف ولكن الإسلام انتصر على السيف. طبعا ده حدث بوال إرسم لم ينتشر بالسيف ولكن انتصر على السيف، انتصر على السيف ربي يرحمه ويسع عليه. ذاك يا جماعة الخير نفس الشيء نقوله الآن، هي الآية نفسها وباش تفهموا عليها سهلة. سورة البقرة 111 يعني الآية 111 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولكن يا جماعة الخير الاستهزاء هذا له أثر شديد خاصة على الإنسان الشريف، لأنه قرن سقفيت ولذي ذمن ولذي ذمن مكي وضيون هذه استهزاء يعني سلشوالاقي مرة سوين انظرة سيدت غير سيدي ربي سبحانه عز وجل. ولكن الآن السؤال، ما هو الموقف، ما هو الموقف الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم أو اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووفق أي منهاج أمشي يخدم أمشي سدينا ربي يا الرسول صلى الله عليه وسلم أذي يخدم باش ذي قافل أسلوب الاستهزاء والسخرية. نقرأ بعض الآيات والآيات كثيرة اخترت منها ما يلي. أمي طيب سيدي، ألف الاستهزاء وجي مصير أو أمر وجه به جميع الأنبياء وجميع المرسلين كامل. معنى رب سبحانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيما استهزوا بك استهزوا بالأنبياء والمرسلين. وهذه مهمة ولا لا؟ لا، إذا عمت خفت. يعني كل الأنبياء والمرسلين استهزوا به، نوح شيخ الأنبياء استهزوا به، هو يروح يغرس الشجرة أشجار ويستناها حتى تكبر ويقطعها ويدير حطبة هذيك ويبني بها سفينة تغس من سبس قوي. ولي كان شو مخلوقة قشتي هناك من مالك كفوس في ناقي ناس مني أذي الزوط جرى واتي يرجو ألم مقرث أتي يزم ذي الألواح وذي فنوس في ناينس من مالك فوكس في ناينك قاي أتي ذنا نوح استهزين دلاء جوف و 950 عمر الدعوة ويرنا ما جابوها. شحال جاب سيدنا نوح؟ شحال جاب في أقوى الروايات 80 وكان اللي قال 12. مع لو كان كل عام يا من واحد عنده انفيدال شاك عام صافي دير عنده 950 فيدال 950 مؤمن ما عندوش النبي مرسل شيخ الانبياء واستهزئ به ومع ذلك القران كما يروي فقلت استغفروا مش سنقار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إيه لكم أن نكون يا بابا يا بابا. لذلك مليح واحد يقرأ حياة الأنبياء المرسلين على بالك باش يكون عندنا الكوراج يكون عندنا نعرف الخدمة وإلا كارثة. حنا ممكن واحد يدير الدرس خمس دروس في كاش دشرة ما عندوش 12 اللي زادوا يقول انتم كذا انتم كذا انتم كذا. استويل بالعقل دوسمون صافي نتعلم من الانبياء المرسلين اشياء كثيره. ربي سبحانه امشي كذيوة ثمسلتاكي الاستهزاء هذا الاسلوب. ينزل القران في محمد صلى الله عليه وسلم ان ياس ربي ان بمحمد صلى الله عليه وسلم وكم ارسلنا من نبي في الاولين
دي سمحتاي للنبياء مزورا كي دي زورا. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ربي ناسي النبي صلى الله عليه وسلم للنبياء مزورا الأقوى من سن استهزين سيسن صافي ماشي شيني وحدي. سورة الزخرف في الآيتين 6-7 طبعا ما نشرحش الآيات نعطيكم فقط فكرة. تصوروا راكم عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايشين معاه أدي نزل القرآن هكي ضد وأنا غلا صافي ماشي لاش ميمي مزورة ده فريد الحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ذبع ضبر ذي الحق إلى قد صعود الصبر. طبعا الآيات ماشي كلها بعضها ثلاث الآية النظم ربنا يا حسرة على العباد سبحان الله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ليل محمد رسول الله رب سبحانه قال يا حسرة على العباد الله تغاظا عباد ضعفاء بعد استهزين الأنبياء والمرسلين يا حسرة على العباد. ذيك سورة ياسين الآية في 30 يا حسرة على العباد هذه آية. آية أخرى الطريقة الثانية صافي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير بما حصل للأنبياء والمرسلين من ألوان السخرية والاستهزاء. صافي يا رسول الله ما شلكتش ميمي مزورة يا دفلسن أين قتعدي الفلكثورة ويسينان بعد شحال القرون ذي 2015 ذا غنحضر يوين من حضر. طيب إلا دوا وايض سيدي الرمادة أدوا وكذي دوا وايض اسمه الصبر لذو قيلها الصبر معنى يا رسول الله استهزئ بك عليك بزاد الصبر أوي أعوين نصبر لن تتصل آيات أد اختراق بعضا منها. ربي نات اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود سبحان الله ربنا ياسين محمد صلى الله عليه وسلم اصبر فين تقارن في الله استهزيني في السك وكذا في نفس الوقت ينسى واذكر عبدنا داود معنى أمر بالصبر وتذكير بنبي من أنبياء الله داود الذي وجه بالسخرية أيضا سيدنا داود أيضا استهزنيس صفين في عصة والسلام يحواج من ريفيرانس يحواج أكني خدم داود خدم من داود يعد فلسين يعد في الله واصبر على ما يقولون ذغ ثلال الآية نظن ثقم السلام الآية قي سورة صاد الآية 17 ثلال الآية نظن ربنا ياس فاصبر إن وعد الله حق وثلها معنى وتسوه فاصبر إن وعد الله حق على بالكم باش الرؤية نتاع النبي صلى الله عليه وسلم تكون واضحة كلير ما كاينش خوف مادام وعد الله حق ما كاينش مشكلة. سورة الروم الآية 60 هيكم السلام أدنى الآية النظر سورة الطور سورة الآية 48 ربي الناد واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا الله 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 عباس الدوز بمعنى سمحي كان دي ثقفيلي ثم كان كا ما سنضيون في الطيش في اللاس وغفلالة عاسيث ياوذ ربي سبحانه عز وجل بنفسه إن ياسين النبي صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا معناه راه في رعاية الله ضربي في عسن ضربي حرب في اللاس ضربي في حرزن كاش ما تخاف
ثلاثة ليال نظر سورة الأحقاف الآية 35 ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أي هذه بزاف معناتها شوف لا دوز الشحنة نتاع الصبر. فاصبر كما صبر شكون أصحاب العزمات أولو العزم من الرسل. شكون هما؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، هو خامسهم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليهم أجمعين. إذن قوة تعطيك قوة طاقة كبيرة جدا لا تقبل الضعف ولا شك تفي بليار يخدم سفوذ. لوردونوس صافي ثلاثيس دوام زوارو إن يسمشي شي رمزور لنا نبيا دوو السين الصبر. طيب إلا دوو الثلاثة مهم جدا جيم ألف با جيم مهم تشوف التزام الذكر والعبادة كيفه واحد كيذكر ربي نعميه يذكر ربي عندك قوة عبد ربي وعندك قوة. الدليل هاي هنا أشو إيش قال ربي فاصبر على ما يقولون ذوال ذوال يروال نقارن قبيل زيك يروال ذوال حاشاكم في سوساف ثمان سوسف أنت النبي صلى الله عليه وسلم على بالك ثمان ماشي معنى اسمه يضرش ولكن ثقي ذيون دواء باش بلاد ما ذي ليكيليبري متوازن بقى تفغ العقل الذي حمق تفغ العقل ما يفغيث العقل روح ناس الروبير يروح حاس الفران يروح حاس كلش وزاش يخدم ستساوي يوث يوث ما تفقدش التوازن نتاعك. ربي شو دينا في سورة قاف الآية 39 فاصبر على ما يقولون بعد وسبح بحمد ربك سبح وتسبح سبح عظيم الله عز وجل سبحان الله وبحمده سبحان العظيم قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهنا بالمناسبة الأذكار يعني أذكار الصباح والمساء يعني مندوبة يون باش ما يغفلش يعني يودع النهار ويستقبل الليل يودع الليل ويستقبل النهار إلى آخره في حالة من ذكر وتعطي هذا مشهد جميل رائع بديع من الانسجام والتناغم. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. نقول كان صرح ضد وينو اللي ماشي مؤمن ولا غير مسكين عايش عايش يتشيس ويطص. المؤمن أثنى أجور ينسجم يسد ويض مرحبا إذا قد يعدد يسوز كم مرحبا يرث نقابل صلوظه إن شاء الله زي القرن زي مزورة يحدد البوال إن يخصي مني يا محمد تنقلب ندقوسه يحفيفني يا محمد قفلني كذا صلوظه الله يا ربي الله يحفيفني يا محمد صلى الله عليه وسلم قفلني كذا صلوظه ويا رد قرار خصي مني شو قيا تخم بين قوسين خطر ممكن هذا يتصي ممكن هذا يغفل ممكن إن إيش أصل قلاب عند جوسو غير الله ربي سو قال يتقابلا صلوه اللهم إن هذا إقبال ليلك يضيح يسال وإدبار نهارك أسي روحا يغرب المغرب داين يروح وأصوات دعاتك نسمع الله أكبر في كل مكان الله يبارك الله أكبر فاغفر لنا. الآية النظم ولقد نعلم سبحان الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون خير بيزرع ولا نسى ذمن قرحيف إيه ده شو سينا ربي سبحانه وتعالى شغل ما كان زرق باللي يقرحك الحال الاستهزاء وكذا فسبح بحمد ربك يعاود أسد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الدوزن زيادة كي تسجد ترتقي ترتقي إلى الله اسجد أم بعد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله الله طبعا اليقين هو الموت فيك. العبادة تمسك بالعبادة. اسمحوا الآن أختصر فيما بقي من هذه اللحظات الأسلوب الثاني أسلوب الإغراء استهزاء ليل وثن وثن ولاش أكا
ثم نغى الأسلوب الثاني الإغراء. الإغراء سوميث، لعله يريد سيادة، يبغى كرسي، كثسة كرسي، يبغى يحكم، يبغى يوالد الزعيم، بلك يبغى ذري من هاتي، يبغى ذري من دراهم. اسمي ديوسا عمي سينيس يا ابن أخي أمي سنجمة شو قانتيت، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، يعني أشو يبغى سيد نفك أي أكن قانس قبيلي أي أنت تبغض يقضى، يلا قول برك. إن يسفق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. عمي سيقر ذاي 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 يوم الزمرق رفذغ رفذغ حرفغ في الله يشعصغ في الله ذاي يوم الزمرق لاش أثين يض أكيد شقعن ذا شو سي النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني ماشي دراهم من افتروا الشمس يطج يقفوسي ويفوس والقمر في يساري أقور أثيد فكن أثيد سرسد يقفوسي وزلماض على أن أترك هذا الأمر بشر جغديناقي حتى يظهره الله ألم مثل يظهر رب سبحانه أكنك فغى ووعده حق أو أهلك دونه ما تركته ولو كان يظهر أين يظهران ذلم وثشتي وما ثورد في كذفل ولكن يس ذلم حل أثجخ. الأسلوب الأخير اللي هو أسلوب القوة صافي انفعارة وفريدة مزواره ويسين ثورة روحنا الوستاثة ذين قوة استخدام القوة في مواجهة الرسالة مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم ومواجهة الصحب الكرام استخدم القوة ضدهم جميعا. اختصارا اختار واحد الحديث أخرجه الإمام البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون إنس حكويت ذا شوية يعني ذا العثافة مقرن يساعد المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم طبعا طاسي قدر المشيدي وثم شو يسوث مشي طاس ذا شو سينا إنس طاس المشاهدي حضرة ولكن يضحكوا يون إنس رأيت عقبة بن أبي معيط إنس ولخ المشرك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رداءه في عنقه يعني يخنقيث يخنقيث سبحانه قني فخنقه به خنقا شديدا يعني قرد في الروحيس فجاء أبو بكر الصديق سبحان الله العظيم دائما الصاحب الصاحب لذلك يستحق باش يشرف بأن يذكر في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة خربنا في القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار أنوي ثاني اثنين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق إذ يقول لصاحبه أثنين ثلاثة لا تحزن إن الله معنا إلى آخر الآيات حتى في موضوع الهجرة زرموا لهجر النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصحابة هجر الهجر سيقيم يتراجوا الإذن لسيدي ربي أبو بكر الصديق يفغان أذي لذار في قينس ذي الهجرة أسمي ديو ذي خبرتي النبي عليه الصلاة والسلام إناس يا أبا بكر ربي في كيد الإذن بشذ هاجر بدون مقدمات وسيكتبارا يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذا الطلب بقبولي رفيق لك على طول وثقي فن الخطاب واستثمار الفرص إناس الصحبة يا رسول الله بدون مقدمات شغل يتراجو أسا يتراجو تشحال يهجي يسد إنس الصحبة يا رسول إنس في غذير غذار في قيش والنبي صلى الله عليه وسلم إنس الصحبة ينبوال ينبوال أبو بكر الصديق تدخل إمي قول الموقف أمجي أم يخنق النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا هو الغيور على دينه إن يسعى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طبعا دفعه عنه يعني يدفع ثكا يعني سبع دفع في النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ما فقدش التوازن الناس
معنى صاحب رسالة، صاحب رسالة، صاحب رؤية، فيزيون، توجور ترافقه. وطبعا الأذى اللي صار على الصحابة عليهم الرضوان رضي الله عنهم أجمعين، أجمعين. عبد الله بن مسعود، يعني كان في بالي باش نحكي شوية شو سيضران يا عبد الله بن مسعود، أشو قضران لمصعب بن عمير، أشو قضران يا عمار بن ياسر، الأسرة كاملة، ذا ذاس يماس ويماس، أول شهيدة في الإسلام سمية ثمطوث، يا سبحان الله، يقدر ربي ثمطوث خديجة ذكرت سيدة جماعة في نظراتنا السابقة، سمزور ثنيس كلا والله لا يخزيك الله أبدا، تفتدر ثماس نسول تسقوال ربي جما كيجيري فردان نحكي تمشاو تسيس الخديجة بنت خويلد ذاكي ثورد السمية فكر روحي في سبيل الله أنو من بقرها شكون الوذذ أبو جهل تسين غان يعني ماشي ذاين السنة وضي ما كاسن غن زدافي وتسين غيون أبو جهل أشو قدران داغي بفاس أشو يظهر ننسى ولكن نبي عصى السلام أشو سينا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أشو قدرني بلال يؤخذ إلى بطحاء مكة يعني وقال يزرانا مكان إن شاء الله ربي ما يحرم حتى واحد منكم جميعا يا وزما صلحوا ضفدار وزما ضارة ليك لاكيط ديك الشمس خانة وما أدراك باش تقيم ضي طيج النار نساكني وقتني حما وزال ذي طيج سخانة حوا حما ثجنا كني بعد فاروريس سرسن تازور تسام قرانت يرغان فابوغيس يزمل يزنز دينيس بسهولة يعني كان سي هو ولكن يقرد كان أحد أحد اسمه يسخد محمد خالد صاحب أصحاب رجال حول الرسول العنوان سيفكا كل صحابي في كيس عنوان مناسب اسمياس الساخر من الأهوال قلت أن الصور لذلك أكن ملان الصحابة يحرفان يجهدان يصفران إلى آخره أشو دين ربي في سورة البقرة الآية 214 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم خطر سلعة الله غالية الجنة غلايف عزيز وعليف لا شو دينا ربي مستهم البأساء لا دوز فيني غلفنتا والضراء زيادة وبعدين وزلزلوا قل كان كلمة زلزلوا ولا تقول مزلزلة اسم كان بركة يسعى الهيفا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله بعد ربي ختميت ألا إن نصر الله قريب ختاما في ختام هذه الحلقة داشو انت يقول المرحلة الدرس بوساقية شانس فايد أطاس الفايد هم زواروث أن الرسالة بعد مثل مرحلة الجهر بالدعوة إلى الاضطهاد بجميع الألوان كما قلنا أسلوب الاستهزاء والسخرية أسلوب الإغراء أسلوب القوة والمواجهة المادية إلى آخره زيد حاجة ثانية أنظر باللي أما الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة صبرا صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر النظرة الثالثة أن الله عز وجل يحقق وعده رب سبحانه يحقق وعده وعد الله لا يتخلف نور سيدي ربي زمتي سقسي ولا ذيون الفيذا النظام أنظر بالرسالة غالية أسقثي وضاغط هذا الكتاب العزيز وصل إلينا الحمد لله محفوظا ما جاش كانك بسهولة ولكن جاء بصعوبة صافي الرسالة غالية لازم نحافظ عليها يكون عندنا غير عليها جميعا الدرس القادم إن شاء الله أن نروح نزور دار الأرقم بن أبي الأرقم أنجان شاب 17 سنة في عمره يفكاد خامس ينفي صلى الله عليه وسلم ذينا نبي صلى الله عليه وسلم يخدم لفورماسيون تكوين للجيل الأول الراعي الأول ذا شو يضران دخل أكل مراجعة نشرح إن شاء الله الدرس ويضمي الله رب سبحانه جاون ثلوي ثلاثي مليث والسلام عليكم ورحمة الله.